هتلاقي حلقات بتشرح عمل الاكونت على الجيميل او عمل ايميل على الجيميل، ومن ضمنها الحلقه بتاعتي اللي هي شرح طريقه عمل ايميل على جيميل ويوتيوب 2014 في اقل من 7 دقائق. تمام، ممكن تتفرج على الحلقه ديت وعن طريقها تعرف ازاي تعمل اكونت على الجيميل. يبقى كده عملت انت اول خطوه، وهي ان بقى عندك اكونت اصلا. لو انت عندك اكونت تخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي ترفع الفيديو فعلا. هتلاقي جنب الخانه بتاع السيرش كلمه تحميل، هتضغط عليها. طبعا هيقول لك دخل لي الايميل والباسورد بتاعك. هو بما انه عارفني فكتب الايميل بتاعي، عارفني من دخولي على الجهاز بتاعي يعني. لو مش موجود عندك الايميل كده زي ما موجود عندي، هتلاقي خانة تانية فوق تحط فيها الايميل زي ما انا كاتبه كده، وتحت تحط فيها كلمة المرور اللي هي الباسورد. اكتب كلمة السر ونضغط انتر. هيدخلنا على الصفحة اللي عن طريقها نقدر نرفع الفيديو. أول حاجة هنلاحظها في الصفحة هي السهم الأحمر ده. السهم الأحمر ده اللي هو اتجاهه لفوق، دايما أي سهم اتجاهه لفوق يعني رفع، أي سهم اتجاهه لتحت يعني تحميل اللي هو داونلود يعني. تمام، في طريقتين لرفع الفيديو دلوقتي. أول حاجة إن أنا أضغط على السهم الأحمر ده وأختار الفيديو من مكانه عندي على الجهاز، وليكن ده الفيديو اللي أنا هرفعه، أضغط عليه كده وبعدين أضغط أوبن، هيبتدي الرفع. الحاجة التانية ان انا استخدم طريقة دراج اند دروب اللي هي بيسموها السحب والافلات بالعربي. هنصغر الشاشة دي شوية وبعدين نروح على المكان اللي فيه الفيديو، وليكن عندي هنا ديسكتوب، واقوم ماسك الفيديو بالماوس ضغط كليك شمال وساحب الفيديو وحطه في العلامة ديت، هيبتدي يرفع معايا الفيديو. يبقى احنا كده عملنا اول خطوة، وهي ان احنا ابتدينا رفع الفيديو. بعد كده الخطوة اللي بعديها ان احنا نبتدي نملا البيانات بتاعت الفيديو. البيانات اول حاجة العنوان. هنا الخانة دي بيبقى مكتوب فيها عنوان. لو عنوان الفيديو مش عاجبك او عايز تعدل فيه، ممكن تعدل فيه هنا عادي جدا، تحذف وتضيف منه الحاجة اللي انت عايزها، وليكن هنزود عليه كلمة عشان حضرتك تعمل ايميل جيميل ويوتيوب، غير لغة ويوتيوب. الوصف، الوصف ده الخانة اللي بيظهر فيها انك بتعمل ديسكريبشن للفيديو، وصف ليه وايه محتوياته. لو الفيديو بيتكلم في اكتر من موضوع تقول المواضيع ديت يعني. كل اللي ما بتقدرش تشرحه في العنوان بتشرحه في الوصف باستفاضة. وكمان لو انت عندك موقع او اكونت على الفيسبوك او على تويتر او اي حاجة وعايز تضيفه هنا عشان الناس تتواصل معاك، مفيش مشكلة. تمام، لو مش عايز تكتب حاجه في الوصف خالص، خد العنوان كوبي واعمله في الوصف تاني بيست. تمام، بعد كده العلامات. العلامات ديت اللي هي التاجز. التاجز بالانجليزي طبعا هي العلامات اللي بتميز الفيديو، يعني الكلمات اللي بتخلي الفيديو ده توصل له عن طريق السيرش. تمام، وبتصنف الفيديو، بمعنى ان الفيديو ده ايه موضوعه، بيتصنف تحت ايه، بنود ايه، هل بيتصنف تحت بند الهندسة ولا العلوم ولا الفنون ولا ايه. بيتصنف تحت بند مثلا الكمبيوتر، فانا ممكن اكتب كلمة كمبيوتر، وبعد ما اكتب الكلمة اضغط شيفت واو، يقوم معتبرها لي تاج كده، يبقى هي اتفعلت كتاج واتحطت في مربع. ممكن اضغط على علامة غلط ديت لو انا عايز احذفها. طيب ممكن اكتب كمان انترنت، ممكن اكتب سنة اولى كمبيوتر اللي هي اسم السلسلة اللي احنا بنشرح فيها الموضوع. طبعا كلمة كمبيوتر مكتوبة قبل كده مش لازم اكتبها تاني. كلمات هنا مش لازم تبقى مرتبة، ممكن تكتب باللغتين العربي والانجليزي، بس الفرق انك بعد ما بتكتب الكلمة انجليزي بتضغط بدل شيفت واو ديت بتضغط واو بس، يعملها لك كده تاج. يبقى دي الكلمات اللي بتميز الفيديو علشان يتعرف كويس في السيرش بتاع اليوتيوب وفي السيرش بتاع جوجل وفي كل انواع السيرش. تمام، تمام. في حتة نسيت اقولها واحنا بنرفع الفيديو، لو رحنا لفيديو تاني هنا قبل ما ترفع الفيديو عندك 4 اختيارات. الاختيار الاولاني انك تخلي الفيديو عام، هنا من الخصوصية بتضغط على كلمة عام. الاختيار الاولاني انك تخلي الفيديو عام، يعني تخلي الفيديو اول ما ترفع يتنشر على النت
اي حد يقدر يشوفه، اي حد يعمل عليه سيرش يوصله باي شكل من الاشكال يقدر يشوفه على موقع يوتيوب. تاني حاجه، الفيديو غير مدرج. يعني ايه غير مدرج؟ يعني غير مدرج بالنسبه لجوجل وبالنسبه ليوتيوب. يعني اللي معاه اللينك بتاع الفيديو ده يقدر يشوفه، لو انت اديت لواحد صاحبك اللينك وقلت له اتفرج على الفيديو ده يقدر يشوفه، تمام؟ انما اللي ما معهوش اللينك ما يقدرش يشوفه. يعني لو حد بيعمل سيرش على الفيديو بتاعك ده وانت عامله غير مدرج ما يقدرش يشوفه، يبقى بالسيرش ما يقدرش يشوفه، انما يقدر يشوفه ايه؟ لو انت اديت له الرابط على طول. تالت حاجه بقى اللي هي اتقل من ده وده او خصوصيه اكتر، يعني خاص، ان الفيديو ده اللي هيشوفوه اشخاص انت هتحددهم، يعني انت واشخاص اخرين انت هتحددهم ليهم اكونت على اليوتيوب، وانت هتحدد مين اللي يشوف مين دول ومين اللي ما يشوفش، تمام؟ يبقى دول يعني التلات مستويات من الخصوصيه، ان الفيديو اي حد يشوفه، ان اللي معاه اللينك يشوف الفيديو حتى لو ما كانش من اصحابك، الخاص بقى ان اصحابك اللي انت هتقول على اساميهم هم اللي يشوفوا الفيديو ده لانه فيديو شخصي وخاص بالنسبه لك. رابع ميزه واللي لسه متضافه قريب في اليوتيوب وميزه مهمه جدا، مجدول، ان الفيديو ده هيفضل اليوتيوب عينه عنده، معتبره حاجه خاصه انت بس اللي تقدر تشوفه، تمام؟ لحد ميعاد معين، تاريخ معين انت هتظبط فيه الفيديو ده ان هو ينشر، يعني تقول له يوم كذا الساعه كذا، تمام؟ نضرب مثال على نفس الفيديو اللي احنا بنرفعه، هاجي على الفيديو واقوم ايه عامله كده ونشر. انا كده برفع نفس الفيديو مرتين، طبعا لو عملت الموضوع ده ورفعت الفيديو مرتين اليوتيوب هيقول ان الفيديو مكرر، تمام؟ انا بس عشان اوريك موضوع مجدول ده. موضوع مجدول اهي في اعداد الخصوصيه، الفيديو مجدول، بتختار من هنا التاريخ اللي هتنشر فيه الفيديو، ده تاريخ نشره، تمام؟ وبتختار من هنا كمان الساعه. الساعات مترتبه من 0 ل 24، تمام؟ تبقى انت كده تقدر تنشر الفيديو في الميعاد اللي انت عايزه، يعني الفيديو من غير ما تكون قاعد على النت يوم 27/1/2014 تلاقي الفيديو اتنشر لوحده، تمام؟ ده بيفيد في انك انت مثلا ممكن يبقى عندك قائمه فيديوهات 10 فيديوهات وعايز تنزل فيديو كل يوم وانت ما بتقعدش على النت كل يوم، يبقى هتيجي في اول يوم تقوم رافع الفيديوهات كلها ومختار التواريخ اللي هتنشر فيها الفيديوهات والساعه اللي هتنشر فيها الفيديوهات وتلاقي الفيديو بيتنشر لوحده، تمام؟ كده عرفنا موضوع المجدول. لو بصينا هنا على طبعا هنقفل دي ونقول مغطى هذه الصفحه، لو بصينا هنا على اعدادات الخصوصيه هنلاقي نفس الكلام اللي احنا عملناه بس خانه مجدول اتشالت. ليه؟ مجدول دي لازم أن تختارها قبل ما ترفع الفيديو، يعني زي ما احنا عملنا تختارها من هنا، يعني قبل ما ترفع الفيديو نفسه من الصفحه ديت تختار مجدول، لانك انت لو ابتديت رفع الفيديو مش هينفع يعمل لك مجدول زي ما حصل هنا. انا ابتديت رفع الفيديو فمش هينفع ايه؟ مش هينفع اغيره مجدول، المجدول لازم تختاره من الاول، تمام؟ بعد كده النشر للمشتركين والمشاركه على كذا وكذا. وانت بتنشر الفيديو للمشتركين عندك ممكن تكتب لهم ايه؟ كومنت او كلمه او رساله بسيطه اللي هم الناس اللي متابعينك على اليوتيوب. تاني حاجه ممكن تعلم على صح، لو انت عايز تنشر الفيديو ده على جوجل بلس اللي هو شبكه التواصل الاجتماعي بتاعت جوجل او فيسبوك او تويتر، اي حاجه من شبكات التواصل الاجتماعي ديت بتعلم عليها صح، بس يشترط انك تكون رابط الحساب بتاعك ده بالحساب بتاعك على جوجل بلس او فيسبوك او تويتر، يبقى الفيديو بيتنشر اوتوماتيك في الميعاد اللي انت حددته وينشر اوتوماتيك. دي بيستخدموها بتوع التسويق، بتوع الدعايه والاعلان، بتوع الشركات اللي هو بيعمل شبكه تواصل اجتماعي مثلا لشركه مشهوره فبيعايز ينزل فيديو كل اسبوع، فبيجي مثلا ممكن يعمل فيديوهات بتاعه 6 شهور قدام يخلصهم ويعمل بقى في الميعاد الفلاني مثلا اول كل اسبوع يوم السبت ينزل فيديو جديد، والفيديو ده لوحده يتنشر على جوجل بلس وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. بعد كده الفئه والكاتيجوري اللي انت هتصنف على اساسه الفيديو، عامل لك فئات كتير بقى، رسوم متحركه وسياسه وارشادات واساليب واشخاص ومدونات وغيره وغيره، موسيقى وكلام من ده، تمام؟ طبعا بتستنى لما الفيديو بيترفع، طبعا دي نسبه تحميلها 69% وده بيقول لك متبقي 4 دقائق. لو عايز ارفع فيديوهات زياده بعد ما رفعت الفيديو ده وانا برفعه كده عايز ارفع فيديوهات زياده ممكن اضغط على ايه؟ اضافه المزيد من الفيديوهات هنا، وهي ايه؟ هيديني ايه؟ يفتح لي خانه اقدر ارفع بيها الفيديوهات. لو عندي مجموعه كبيره من الفيديوهات مثلا 10 20 فيديو وليكن مثلا نفترض ان الحاجات دي كلها فيديوهات، هعلم عليهم كلهم واقوم رايح هنا على التحميل وساحبهم كلهم مره واحده، اجي كده اقوم ساحبهم وحاططهم هنا، الحاجات دي كلها هتترفع كده مره واحده مع بعض. يبقى دي الفكره في ان انا ايه؟
في ان انا يكون عندي موضوع السحب والافلات ده، بيخليني ارفع فيديوهات كتير مره واحده، بدل ما ارفع فيديو وكل شويه اقول له اضافه فيديو جديد اضافه فيديو جديد. تمام، يبقى انا ممكن ارفع 100 فيديو مع بعض في نفس الوقت، واسيب الجهاز واقوم لحد ما الفيديوهات دي يخلص تحميلها. تمام، الاعدادات بقى بتاعت الفيديو بعد كده، اعدادات مش مهمة قوي غير بالناس اللي بيهمها انها تحقق ربح من اليوتيوب، ده اعدادات تحقيق الدخل، ان انت بتبقى رابط الاكونت بتاعك على اليوتيوب بحاجة اسمها جوجل ادسنس، وبتعمل استثمار للفيديو، بس ده بيشترط ان الفيديو ده يكون فيديو خاص بيك او فيديو انت بتملكه. تمام، وبتختار انك تعمل استثمار الفيديو وبتركب عليه الاعلانات ديت، وبتختار النظام اللي هتنشر بيه الاعلانات على الفيديو بتاعك. بعد كده الاعدادات المتقدمة، تختار بقى التعليقات بتاعت الفيديو، يتنشر اي تعليقات ولا التعليقات اللي انت موافق عليها بس، يعني كل دي اي تعليق هيتنشر الموافق عليه هيرجعوا لك في اليوتيوب يقول لك انت عايز التعليق الفلاني يتنشر ولا لا، عشان لو حد نشر شتيمة او كتب كلمة مش كويسة انت ممكن ايه ترفض ان هي تنشر على الاكونت بتاعك. تمام، ده بالنسبة لتقييمات الفيديو. هنا لو الفيديو بيتقيم اللي هو بيتعمله لايكات وكده، ممكن تضغط ان هو الفيديو ده يبقى متاح التقييمات بالنسبة للناس تتفرج او لا. بالنسبة للملكية الفكرية بتاعت الفيديو، انت بتقول بقى الفيديو ده رخصته ايه، رخصة قياسية او في رخصة تانية اللي هي رخصة الابداع. تمام، يعني من ناحية الفيديو ده انت بتملكه باي شكل من الاشكال. طبعا عشان تكسب من فيديو على اليوتيوب لازم ان تكون لك حقوق الملكية الفكرية بتاعته، ولازم ان تكون بتملك كل اللي موجود جوه الفيديو من صور وفيديوهات و اغاني وموسيقى وكل حاجه. تمام، طبعا انا مختار قبل كده المشاركه ان الفيديو هينشر في كل مكان، ده في الخانه بتاعت تحقيق الدخل موجوده كل مكان. تمام، بالنسبه بقى للتسميات التوضيحيه، دي حاجه متعلقه بامريكا اكتر من اي حد، يعني انه في القانون الامريكي جايب لك 6 مستويات للتسميات التوضيحيه والحاجات ديت، الفيديو ايه اللي موجود فيه وكده. طبعا احنا ما نحددش منها حاجه بالنسبه لنا عشان يعني قصة بره القصة بتاعتنا، يعني احنا بنتكلم على نشر فيديو عادي، ما بنتكلمش على نشر فيديو بتاع منظمة او بتاع هيئة او بتاع قناة فضائية كده. خيارات التوزيع، انك تسمع الفيديو بانه يكون متضمن جوه اي حاجة، يعني واحد ياخد اللينك بتاع الفيديو ويحطه جوه الموقع بتاعه ويحطه جوه الاكونت بتاعه وهكذا. في بعد كده اعلام المشتركين، الناس اللي عاملين سبسكرايب للاكونت بتاعك لما بتضغط هنا صح بتبلغهم ان الفيديو ده اتنشر. تمام، احيانا بيبقى في فيديوهات فيها مقاطع يعني ما ينفعش صغار السن يشوفوها او كده، فانت بتعمل بقى تمكين التقييد بحسب العمر اللي هو ايه، يشرط سن معين على الفيديو ده، يعني العمر القانوني لمشاهدة الفيديو. تمام، يعني لو واحد مثلا سنه 14 سنه دخل يشوف فيديو هيقول له لا مثلا لما تكمل 18 او لما تكمل 21 فيديو، لو تكمل 21 سنه تقدر تشوف الفيديو. ولو مش داخل باكونت، طبعا هو بيعرف سنه من الاكونت بتاعه، لو مش داخل باكونت وتتفرج على اليوتيوب عادي مش هيرضى يعيد الفيديو. تمام، دي بقى بيانات زياده عن الفيديو، ان الفيديو ده انت سجلته فين بتختار المكان، الفيديو ده انت سجلته امتى بتختار التاريخ. تمام، لو الفيديو ده ثلاثي الابعاد بتختار طريقة عرضه، اذا كان هو ثلاثي الابعاد هتعطل ميزة ثلاثي الابعاد، ولا لو الفيديو مش ثلاثي الابعاد اصلا هتخليه ثلاثي الابعاد، ولا هو فعلا ثلاثي الابعاد، دول المستويات بتاعت الفيديو. ماشي، لو انت عايز احصائيات الفيديو تبان للناس اللي هي مين اللي شاف الفيديو من بلاد ايه وعددهم كام وكم في المية رجالة وكم في المية بنات، كل الحاجات دي لو انت عايز تظهرها بتضغط على اظهار احصائيات الفيديو عشان الناس تتابع معاك احصائيات الفيديو ده وتعرف ايه بيانات اكتر عنه. كده احنا عرفنا الاعدادات الاساسية بتاعت الفيديو اللي هما قلنا الحاجات ديت في الاساس، وقلنا الخانتين الاخرى دول ايه مش اساسيين قوي بس قلناهم زيادة في المعرفة. تمام، بعد كده في فاضل في حاجة اخيرة، لو انا الفيديو بالنسبة لي عاوز ارفع له صورة مميزة تميز الفيديو بحيث لما يعني اشوفه على في السيرش اعرفه، او لو حد يشوفه يعرفه، يعني دلوقتي في عندك حلين. الحل الاولاني انك تختار صوره من ال3 صور دول تكون هي الصوره المميزه للفيديو، يعني لما تعمل سيرش تلاقي دي صوره الفيديو الفعليه، او تختار صوره تانية هي صوره مخصصه دي. من هنا ممكن تختار مثلا جيميل وتضغط اوبن، هتبقى الصوره ديت اللي احنا رفعناها ديت هي صوره الفيديو.
يعني لو انا عملت سيرش عن على الفيديو هلاقي الصورة بتاعت الجيميل اللي انا برفعها دلوقتي، هي دلوقتي هي بقت صورة الفيديو، ولو انا ضغطت هنا هتبقى ديت الصورة بتاعت الفيديو اللي هتظهر للناس لما يتفرجوا عليه. وبكده نكون عرفنا ازاي نرفع اهي دي صورة جيميل بعد ما اخلص كل خطوة بعمل حفظ التغييرات. دي كده لو حد عمل سيرش هيلاقي الصورة بتاعت الفيديو هي الصورة ديت زي ما كان موجود عندنا لما شفنا في اول الحلقة. كده نكون عرفنا ازاي نرفع فيديو على اليوتيوب، وعرفنا الاعدادات الاساسية.